والآن نتحول إلى مروة ومعها أخبار الأحوال الجوية. مساء الخير مروة. يسعد مساك كريمة. شكرا. مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع آخر التطورات المناخية الخاصة بالسعودية، حيث تشهد أجواء المنطقة الشرقية درجات حرارة تتجاوز 50 مئوية، وذلك بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك. فيما تشهد أجواء المملكة اليوم طقسا شديد الحرارة مع دخول فصل الصيف فلكيا نهاية الأسبوع الجاري، وتبلغ الشمس أقصى ارتفاع لها يوم الجمعة المقبل والذي يمثل أطول نهار وأقصر ليل في الدمام، ثم يأخذ الليل بالتناقص نصف دقيقة تقريبا يوميا. الخبر كان من صحيفة اليوم السعودية. مشاهدينا نبقى في المملكة العربية السعودية ونشاهد هذه الصور من الشوارع أو شوارع العاصمة السعودية، حيث تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية غدا على الشرقية والرياض والمدينة المنورة، ويتوقع أن تتأثر المدن الساحلية للمناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة برياح شمالية شرقية نشطة السرعة قد تؤثر في مدى الرؤية الأفقية مع ارتفاع في درجات الحرارة، ويتوقع هطول أمطار رعدية ما بعد الظهيرة على مرتفعات عسير وجازان. ننتقل مشاهدينا إلى حركة الرياح السطحية من خلال صور الأقمار الصناعية. نشاهد هناك نشاط لهذه الرياح على البحر الأحمر، تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 38 كيلومترا في الساعة، بينما على الخليج العربي تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 18 إلى 40 كيلومترا في الساعة. بالانتقال مشاهدينا إلى المزيد من التوقعات المناخية، هذه درجة الحرارة المتوقعة في المنطقة الشرقية تحديدا في السعودية هذه الليلة مستويات 20 في كل من الدمام والهفوف أجواء صحوة، ماذا عن حفر الباطن 27 درجة مئوية، كذلك الحال في العاصمة السعودية الرياض. بالانتقال إلى القصيم وادي الدواسر مستويات 20، تصل المستويات العشرينية إلى نجران وأبها وجدة، وكذلك ترتفع درجات الحرارة في جازان خلال هذه الليلة إلى 31 درجة مئوية. نلقي نظرة مشاهدين على تبوك 21 درجة مئوية، أيضا هناك ارتفاع في درجات الحرارة في المدينة المنورة ومكة المكرمة هذه الليلة تصل إلى 27 درجة مئوية، الباحة 24 درجة مئوية مع أجواء صحوة خلال هذه الليلة، والطائف تصل إلى 23 درجة مئوية. نتحول مشاهدين إلى حركة السحب العابرة التي تخف نشاطها خلال هذه الليلة وعلى مدار اليومين المقبلين على المناطق الجنوبية. مشاهدين وصلنا الختام، شكرا متابعة والمزيد في النشرات المقبلة، إلى اللقاء.